السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، طيب الله بالخير أوقاتكم. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على موقع الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز. مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في ميدي وحرض بمحافظة حجة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 91 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور صالح حسن سميع محافظا لمحافظة المحويت. وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين أنيس عوض حسن بحارثة رئيسا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. كما صدر القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين عبد السلام حميد الزبيدي وكيلا مساعدا لوزارة النفط لشؤون المعادن. كما صدر القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين ناصر مانع بن حدر مديرا لشركة النفط اليمنية فرع عدن. كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 104، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ عبد الواحد هزام الدعام عضوا في مجلس الشورى. قضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سيف المحرمي اليافعي نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة. وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين عميد ركن صالح محمد طيمس قائدا للمنطقة العسكرية الأولى قائدا للواء 37 مدرع ويرقى إلى رتبة لواء. كما قضت المادة الثانية منه بتعيين العقيد ركن أحمد حسين ضراب رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الأولى ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثالثة والأخيرة أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن فضل حسن محمد قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة قائدا للواء الثاني مشاة ويرقى إلى رتبة لواء. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن ثابت مثنى جواس قائدا لمحور العنت قائدا للواء 131 مشاة. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد فهمي حاج محروز الصويعيري قائدا للواء 11 حرس حدود. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن عبد الكريم قاسم الزومحي نائبا لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159، قضت المادة الأولى منه بتعيين لواء ركن دكتور ناصر عبد رب الطاهري ملحقا عسكريا بسفارتنا في روسيا الاتحادية. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس سالود. جرى خلال اللقاء تناول جملة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وجهود السلام الممكنة والمتاحة. وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالوزير البريطاني الذي يحمل حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام باليمن الذي يستحقه الشعب اليمني وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. وجدد فخامة الرئيس حرصه الدائم نحو السلام الحق الذي يؤسس لبناء يمن اتحادي جديد تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد. من جانبه عبر الوزير البريطاني عن سعادته بهذه الزيارة التي بحث من خلالها مع فخامة الرئيس جوانب مهمة على صعيد الأوضاع الراهنة باليمن وما يتصل منها بمساعي السلام وتحقيق أهدافه، معبرا عن ثنائه لمجمل الجهود الذي يبذلها فخامة الرئيس في ظل واقع صعب ومعقد يستدعي تضافر الإمكانات والجهود للوصول إلى ما يستحقه الشعب اليمني في السلام والعيش الكريم وتحقيق تطلعاته وفقا لمرجعيات السلام والقرارات ذات الصلة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي وسفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليز. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب للاطلاع على مستجدات الأوضاع والجهود الحكومية في تطبيع الأوضاع. وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وترسيخ مبادئ وقيم الدولة في المناطق المحررة وجهود إعادة الإعمار جراء ما خلفته الميليشيات الانقلابية من دمار في البنية التحتية وعلى مختلف الصعد، مؤكدا على جملة من التوجهات للقيادة السياسية والحكومة الشرعية والمتمثلة بتحسين الوضع الاقتصادي من خلال استئناف تصدير النفط وقرار نقل البنك المركزي، علاوة على توجه بتفعيل السلطة القضائية والدفع بعجلة التنمية بشكل عام إلى الأمام. وطلع وزير الداخلية أطلع نائب رئيس الجمهورية على مستجدات الأمنية والاقتصادية والحالة العامة في المدن المحررة، منوها إلى الجهود الحكومية في تطبيع الأوضاع وما تتطلبه من احتياجات في هذا الإطار. كما عبر اللواء الركن حسين عرب عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن الحكومة تبذل كل الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإعادة الإعمار واستتباب الأمن والاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. استقبل رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي والوفد المرافق له الذي يزور البحرين لحضور الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس النواب والشورى في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبدأ بعد الأربعاء. وأكد رئيس مجلس النواب البحريني على الموقف الثابت والدعم للشرعية في اليمن وحرص المجلس النيابي على تعزيز العمل المستمر وتسخير الجهود الداعمة والمساندة لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعلى دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ونوه بعمق العلاقات التاريخية المتميزة الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية على كافة المستويات والأصعدة، لافتا إلى أهمية العمل على تعزيز وتنمية الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف الجهود وتوحيد الرؤى الثنائية المشتركة لما فيه خير ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء سفير اليمن لدى البحرين علي حسن الأحمدي. أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوائلي على أهمية دعم الاستقرار التمويني ومتابعة توفير السلع في الأسواق والوقوف أمام تذبذب الأسعار مواجها باتخاذ المعالجات المناسبة. جاء ذلك خلال لقائه في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب بموظفي مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن. وأشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى ضرورة تفعيل دور مكاتب الوزارة في خدمة المواطن ورجال الأعمال ودعم الحركة التجارية والاهتمام بالكادر وتأهيله. ووجه الوائل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشاط التجاري والتمويني في المحافظات، لافتا إلى ضرورة التنسيق في ذلك بين كافة الجهات ذات العلاقة،
كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الاهتمام ووقف على طبيعة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المكتب، وحث النائب على مضاعفة الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظات لما من شأنه خدمة المواطن والوطن. قال وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية أن الوزارة تعمل جاهدة على إعادة هيكلة القطاعات التي تعرضت للعبث الممنهج من نظام صالح طيلة 33 عاما قبل أن يدمر الانقلاب ما تبقى من إمكانات الوزارة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا في عدن لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج، والذي أشار خلاله إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على إجراءات مسح شامل لجميع ممتلكات الوقف من أراض وعقارات من أجل تفعيل الموارد والحفاظ عليها من العبث والسطو. ولفت عطية إلى ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحج والعمرة، حيث شكلت لجنة رباعية لإعادة وضع الشروط اللازمة لإنشاء وكالة الحج والعمرة على أن تحقق هذه الشروط خدمة للحجاج والمعتمرين والتوزيع العادل للوكالات في جميع المحافظات اليمنية. كما أوقفت كثيرا من الشركات التي كانت تمول الانقلابيين، وكان مدير مكتب الأوقاف في لحج وضاح سعيد تطرق إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المكتب، سواء قضايا العيان الموقوفة أو القضايا المتعلقة بقطاع التوجيه والإرشاد وإدارة المساجد، مشيرا إلى أن المكتب يبذل جهودا جبارة لاستمرار وتيرة العمل رغم صعوبة الظروف الراهنة. وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من اقتحام لمنزل عضو مجلس النواب عوض الوزير في صنعاء ونهب محتوياته بأنه تكريسا لعقلية ونهج العصابات المنفلتة خارج عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق التي تحاول يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح لفرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني. وأكد أن هذا الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه الميليشيات الانقلابية في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها لا يدل على قوة، بل يعكس ضعفا مخيفا ومقلقا وجبنا يتوسل من خلال بث الرعب ومحاولة الإخضاع التغطية على هزائمه المتتالية واقتراب القضاء على مشروعه التدميري والتخريبي. وعرب بادي عن إدانة الحكومة واستنكارها لهذه الأعمال الهمجية التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والأخلاق لكل ما تقترفه الميليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة بحق الشعب اليمني ضمن مشروعها المشبوه لتمزيق النسيج الاجتماعي، وهو أمر مفضوح لم يعد ينطوي على أحد. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات بعد انتهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون على الإطلاق، رغم أن الجيش التزم بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. وأكد استئناف عملية التحرير حتى استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب وتطهير كل شبر في اليمن، مشيرا إلى أن الجيش مسنودا بالمقاومة وطيران التحالف العربي حقق اليوم انتصارا جديدة في محافظة تعز وتمكن من تحرير موقع الدفاع الجوي شمال المدينة، وأن المعارك قد استؤنفت في مختلف الجبهات، وأن الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت ولن يقف أمام عملية التحرير أي عائق. ارتكبت الميليشيات الانقلابية عددا من الخروقات، بل مئات الخروقات خلال اليومين الماضيين أيام الهدنة، فضربت الصواريخ البالستية على محافظة مارب وخارج الحدود في المملكة العربية السعودية، ولم يلتزموا بالهدنة أبدا، لأن دائما ديدنهم وهدفهم هو نقض العهود والمواثيق. إن جيشنا الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف لتسطر أروع الملاحم البطولية في نهم وفي تعز وفي صرواح وفي البقع وفي ميدي وفي كل المحافظات التي انتفضت ضد هذه الميليشيات الانقلابية الإجرامية التي أرادت أن تعود بتاريخ الوطن اليمني إلى الوراء وأن
تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي شمال غرب مدينة تعز، وأجبروا ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الانسحاب مخلفين العديد من القتلى والجرحى. وأوضح قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن المعركة لا زالت مستمرة وأن المعنويات القتالية عالية ومصممون على دحر الميليشيا، وأن الأمور مبشرة بالخير لاستكمال تطهير الدفاع الجوي وتمشيطه. وأشار إلى أهمية موقع الدفاع الجوي لما تتمحور فيه من سلسلة جبلية محيطة بمدينة تعز، ولفت إلى أن هذا النصر جاء بمهمة قوات الجيش والمقاومة وبمساعدة طيران التحالف العربي التي قدمت الدعم السخي لهذه المعركة، مثمنا جهودهم المبذولة في خدمة استعادة الشرعية ودحر الميليشيات الانقلابية. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الجيش الوطني بتعز منصور الحساني أن ميليشيا الحوثي وصالح قاموا قبيل انتهاء الهدنة بمهاجمة مواقع الجيش الوطني في موقع الدفاع الجوي غرب تعز، ما أسفر عنه إفشال الهجوم ومصرع 8 حوثيين. تستمر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في انتهاكات ضد الإنسان في كل مناطق اليمن، وكان لمحافظة تعز النصيب الأكبر ونال الصحفيون والإعلاميون النصيب الأوفر، فخلال العام تم قتل وقنص واستهداف للصحفيين والإعلاميين بشكل كبير لمعرفة الإنقلابيين بدورهم في تبيان الحقيقة وفضح ممارسات الميليشيات الإنقلابية اللا إنسانية. واليوم تم استهداف طاقم قناة عدن أثناء تغطيتهم للحرب الدائرة بمحافظة تعز، ونجا طاقم القناة من قصف الميليشيات المتمردة. طالع. هكذا هي تعز عندما طالع. هكذا هي تعز عندما تمكن فريق اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من الدخول إلى حي الجحملية بمحافظة تعز بعد تحريره من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسببت في إحداث دمار كبير في المنازل والمنشآت العامة والخاصة من خلال زراعة الألغام وقصفها بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وكشف فريق اللجنة الذي زار حي الجحملية عن تعرض 159 منزلا ومنشأة خاصة وعامة للدمار. وذكرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ورئيس الفريق إشراق المقطري بأن الفريق زار الجحملية لغرض التحقق من وقائع الألغام، وتفاجأوا بحجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب. وأوضحت المقطري بأن عدد الممتلكات الخاصة والعامة التي دمرت وقاموا بتوثيقها والتحقق منها بلغت عددها 195، مشيرة إلى أن تلك الممتلكات تقع في مساحة ما نسبته 70% من مساحة الحي الذي لا يزال 30% منه مزروع بالألغام، ولم يسمح للفريق الذي تترأسه بدخوله. وأكد تقرير أن عدد المنازل المدمرة بلغت 124 منزلا، بينها 109 منازل دمرت بواسطة قصفها بالقذائف، و15 منزلا تم تفخيخها وتفجيرها، فيما بلغ عدد المحلات التجارية المدمرة 21 محلا تجاري. وأشارت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تدمير 4 مدارس حكومية و5 مساجد و5 مؤسسات إعلامية وأمنية وخدمية تتبع الحكومة. قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية 5 أن طيران التحالف العربي شن غارات جوية على تجمعات وأليات لميليشيا الحوثي وصالح في منطقة ميدي تابعة لمحافظة حجة شمال غربي البلاد. وأوضح المركز أن طيران التحالف استهدف 30 من ميليشيات الحوثي وصالح كانوا مجتمعين شرقي مدينة ميدي، مع تدمير آلية عسكرية لهم على متنها 8 مسلحين. وأضاف المركز أن مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني دمرت عربة عسكرية للانقلابيين في مزارع الجماعي بمنطقة حرض الحدودية مع السعودية، بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوزر 130 غرب مدينة حرض.
كشفت قيادة الجيش الوطني أن عدد الصواريخ الباليستية التي حاولت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إطلاقها على مواقع الجيش الوطني خلال الهدنة الحالية بلغ 5 صواريخ، 3 منها في أول أيام الهدنة و2 يوم أمس، مشيرة إلى أن الدفاعات الأرضية لقوات التحالف العربي تمكنت من إسقاط وتدمير تلك الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، كما بذرت إلى استهداف القواعد التي أطلقت منها وتدميرها. قال المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر الحضراوي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعيق وصول المساعدات الإنسانية للمحافظات التي تسيطر عليها، وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض أنه رغم ما يقدمه المركز من مساعدات إلا أن الاحتياجات أكبر والمجتمع الدولي مسؤول عن توفير هذه الاحتياجات. ووضح المدير التنفيذي أن العمل الإغاثي باليمن يواجه تحديات كبيرة، من أهمها أن ميليشيا الانقلاب لا تحترم قواعد العمل الإنسانية وتعيق من عملية وصول المساعدات الإنسانية، وهناك صعوبات في إيصالها إلى المحتاجين. ولفت إلى أن هدف المركز هو الوصول للمحتاجين في اليمن والتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع محافظات اليمن. وذكر أن مركز الملك سلمان يمول حاليا مشروع مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 10 ملايين دولار لمحافظة الحديدة و5 ملايين دولار لبرنامج الطوارئ. وأكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في عمله على المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية، ويقدم مساعداته الإنسانية لكل الدول المحتاجة وتحت مظلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وفي أبيان ناقش محافظ أبيان الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه مدراء عموم مديريتي موديا سمير الحيد والوضيع قاسم عبادي مع مدير مشاريع المياه بالصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محمد بخبيرة، ناقش مشروع مياه القليتة بمديرية موديا ومشروع عنصرة الوضيع. وخلال اللقاء أكد المحافظ السعيدي على ضرورة تقيد بالضوابط الرسمية بعيدا عن العشوائية والتعامل مع الجهات الرسمية بالمحافظة والمديرية لضمان جودة العمل أثناء تنفيذ المشاريع والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين خدمات المياه في المديريتين وتخفيف من معاناة مواطنيها في الحصول على المياه بكل سهولة ويسر. من جانبه استعرض مدراء عموم مديريتي موديا والوضيع الحاجة الملحة لوجود مشاريع المياه، مؤكدين بذل المزيد من الجهد من أجل تدليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تقف عائقا في تنفيذ المشروعين. وخرج اللقاء بتكليف الأمين العام للمجلس المحلي ومدير مديرية الوضيع ومدير مياه الريف بمعالجة الإشكالية التي تعيق تنفيذ مشروع مصرة الوضيع واستئناف العمل فيه إلى جانب سرعة بدء العمل في تنفيذ مشروع المياه بمديرية موديا في محافظة أبين. أشاد لواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت بالدور الريادي والمشرف الذي يقدمه مشائخ عيان البوزير وكافة أبناء حضرموت في دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت. ودعا اللواء بن بريك خلال لقائه بالمكلا بمناصب ومشايخ وعيان البوازير إلى الحفاظ على القيم النبيلة والسامية التي عرفت بها حضرموت وأبنائها، ومنهم البوازير من علم وصلاح ومعرفة وخلق في التعامل الديني والقبلي، الذين لطالما كانوا ولا زالوا يمثلون القدوة الحسنة بالخلق والتعامل فيما بينهم وبين الآخرين، والذين يمثلون نموذجا للقبائل الحضرمية الأخرى، مبينا أن حضرموت بخير وتسير نحو التقدم والنمو بفضل الله ثم بفضل قوات النخبة الحضرمية الذين يمثلون كافة الطيف الحضرمي في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. من جانبهم شكر مناصب عيان ومشايخ البوزير قيادة السلطة المتمثلة باللواء بن بريك والقيادة العسكرية المتمثلة باللواء البحسني لدورهم الجليل والشجاع نحو تثبيت حالة الأمن والأمان وبسط سادة القانون والنظام والذي باتت نموذجا للدولة المدنية الحديثة، مقدمين تهنئتهم ومباركتهم لقيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بنجاح العملية النوعية الاستباقية والضربة الموجعة التي واجهتها قوة النخبة الحضرمية مسنودة بدعم دولة الإمارات للعناصر الإرهابية والإجرامية من عناصر تنظيم القاعدة في منطقة المسيني غربا، وإفشال مخططهم التآمري ومحاولتهم الفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار. حضر اللقاء مستشار محافظ حضرموت لشؤون القبائل الشيخ خالد الكثيري.
أشاد محافظ شبوة أحمد حامد لملس بمواقف وشدة بأس أبناء قبائل بالحارث وعسيلان وتضحياتهم الجسيمة في مواجهة الميليشيات الانقلابية الباغية. وأكد المحافظ لملس خلال لقائه في عتق بمدير عام مديرية عسيلان الشيخ علي الحجري الحارثي ومشايخ وأعيان المديرية على أهمية دور وثبات مواقفهم وقوة تلاحمهم في مع أبطال الجيش والمقاومة في تحقيق الانتصارات المتلاحقة على فلول الميليشيات في مختلف جبهات القتال ومعهم، ونوه بحجم المعاناة القاسية والكبيرة لأبنائه جراء استباحة هذه القوة الغاشمة بقوة السلاح والنار لديارهم وفرضها حصار غير مسبوق عليهم. وتطرق إلى رؤية قيادة المحافظة لمعالجة أضرار حرب الميليشيات على قرى ومطارح المديرية التي تم تحريرها من قبضتهم. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة فهد الطوسلي ومدير عام الشرطة العميد عوض دحبول ومدير مكتب الصحة الدكتور ناصر المرزقي ومدير عام كهرباء الريف عبد الله الأحمدي، قدم مدير عام عسيلان الشيخ علي الحجري تهاني أبناء المديرية للمحافظة لمحافظ لملس على نيله ثقة القيادة السياسية ومباشرة عمله في قيادة المحافظة، مؤكدا تفوق أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة عليهم في كافة المعارك على الرغم من شحة عتادهم العسكرية وافتقارهم لنوعية الأسلحة التي تتطلبها ساحات القتال. وتطرق إلى حزمة من الاحتياجات العاجلة للمديرية في مجالات الصحة الكهرباء والمياه. في نفس السياق دشن محافظ شبوة أحمد حامد لملس الخطة الأمنية الجديدة الخاصة بتأمين خط العبر شبوة الدولي الذي شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات نسبة جرائم حوادث التقطع للمسافرين. وأشرف المحافظ ومعه مدير شرطة المحافظة العميد عوض دحبول على توزيع النقاط والدوريات الأمنية في أماكن متفرقة من الطريق. وأكد المحافظ على أهمية الإجراءات الأمنية التي ستعمل على وضع حد نهائي لحوادث التقطع للمسافرين في هذا الطريق الاستراتيجي والدولي. ولفت إلى أنها من الجرائم المواجهة التي تستهدف ضرب جهود قيادة المحافظة وتوجهاتها لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة والقضاء على مظاهر الانفلات الأمني الذي عاشته فيها خلال الفترات الماضية. وحتى المحافظ لملس رجال الأمن المكلفين بتنفيذ هذه المهمة الأمنية الكبيرة لضرورة بقائهم في حالة استعداد أمني عالي ويقظة دائمة لمحاربة هذه الظاهرة والضرب يد قوية على كل من تسول له نفسه العودة لممارساتها. من جانبه قال مدير عام شرطة شبوة العميد عوض ضحبول أنه تم اليوم استحداث مجموعة من النقاط الأمنية في خط العبر للدولي وتسيير دوريات تعمل على مدار الساعة لتأمين طريق المسافرين. بتوجيهات الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وحسب قرار اللجنة الأمنية اليوم المنعقد في المحافظة والنزول الذي تم من قبل اللجنة الأمنية لمسح الخط، تم وضع عدد من الآلية أو تم وضع آلية جديدة لتأمين الخط والمتمثلة في نشر نقاط إضافية بتكون عندنا حملة أو نسميها ذغال دوريات متحركة سوف تنطلق بصورة مستمرة ابتداء من هذا المساء الساعة 6 بيكون انطلاق أول ذغال فوق من الدوريات تكون من مجموعة من الأطقم فعمل هذا الأطقم بشكل دوريات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات وتوجيهات محافظة المحافظة. نرجو ونوجه رسالتنا هو على قبائل المنطقة والأبناء المناطق أنهم يكونوا عامل مساعد، أما نحن فنحن عازمين ونعاهد الله ونعاهد أنفسنا بأن نضرب بيد من حديد ولن تأخذنا هوادة في مواجهة تلك العناصر الضالة الخارجة عن القانون. عقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج اجتماع للقيادات الأمنية والقضائية لمناقشة الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة. وفي الاجتماع رحب الصلاحي بمدير الأمن الجديد العميد صالح أحمد محمد السيد مشيدا بجهوده التي بذلها إبان مرحلة تحرير المحافظة كقائد في المقاومة وتحريرها من شرذمة الميليشيات ومن يقف وراءهم، واستمرت تلك الجهود كقائد للحزام الأمني مشاركا في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة
داعيا أن يكون خير خلف لخير سلف، وضع نصب عينيه أحداث نقله إحداث نقلة نوعية للجانب الأمني والاستفادة من شعبيته بين أوساط أبناء المحافظة. من جانب أكد العميد صالح أحمد محمد الجني شكره وتقديره لمنحه الثقة في تولي هذا المنصب، مشددا على تمسكه بكل الثوابت الوطنية من خلال العمل كفريق واحد همه الأول استنهاض لحج في مختلف الجوانب، مؤكدا العمل على حلحلة كل القضايا الأمنية بتعاون الجميع. احنا بعون الله احنا جينا أن نأمن أبناء محافظة لحج بالامكانيات البسيطه، وباذن الله ان نبدا نفعل الشرط والمحاكم والمرور النقده الامن المركزي كل الدوائر ان شاء الله باذن الله. هذه اوليتنا بتفعيل الدوائر الحكوميه علشان بدع العمل ما تعرقل الناس المواطنين من مطلباتهم البطائق هكذا اللي هي الضرورية الحاجة الضرورية بإذن الله، وبإذن الله ربنا إن شاء الله ربنا أن يوفقنا على ما فيه الخير وما يرضاه. وفي لحج أيضا التقى وكيل محافظة لحج الأخ وضاح الحالمي كبير المساعدين في منظمة دي آر سي لحماية الأطفال الأخت أشواق سيلان لمناقشة سبل التعاون وتعزيز توجه المنظمة في حماية الأطفال في المحافظة. وفي اللقاء كذا الحالم استعداد السلطة المحلية لتقديم كل المساعدات الكفيلة بإيجاد قاعدة معلوماتية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والتي تتيح للمنظمة التدخل وممارسة نشاطها ومهامها بصورة أسهل تضمن الوصول إلى كل الأطفال المنتهكة حقوقهم في مختلف مديريات ومناطق المحافظة، مشيرا إلى أن غياب الدور الحكومي وكذا منظمات المجتمع المدني وانعدام الوعي بالمفاهيم وحقوق الأطفال ساهم بشكل كبير في ضياع حقوق الأطفال التي كفلتها الدساتير والقوانين المحلية والدولية، منوها أنه يجب تطبيق كل القوانين التي تعطي الحق للأطفال في كل الاتجاهات وخلق جيل متماسك خال من الاستغلال لهذه الفئة باعتبارها جيل الغد والمؤمل من أبنائها لهذا الوطن. حضر اللقاء الأخ محسن عبد الجليل ردمان مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وفاروق عبد الرزاق مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني. دشن وكيل محافظة لحج الأخ وضاح الحالمي بمعية الأخ ناصر سعيد اللحجي مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فعاليات النشاط الصحي التكاملي الأول لمدارس محافظة لحج الذي تنفذه إدارة الصحة المدرسية بمكتب الصحة تحت رعاية مكتب الصحة العامة والسكان وبالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج. وفي تدشين كذا الأخ وضاح الحالمي أهمية الاهتمام بالجانب الصحي في المدارس لما له من انعكاسات إيجابية على المدى القريب والبعيد على صحة الطلاب وطالبات في جميع مدارس المحافظة وإيجاد جيل خال من الأمراض والأوبئة. من جانبه أوضح الأخ خالد الرفاعي مدير إدارة الصحة المدرسية بمكتب الصحة العامة وسكان محافظة لحج أن هذه الفعالية تعد أول نشاط صحي متكامل في الصحة المدرسية، مشيرا إلى أن هناك 10 مدارس مستهدفة في مديرية تبن في هذا النشاط وجميع مدارس مديرية الحوطة، والهدف من هذا النشاط هو غرس المبادئ الصحية في عقول الطلاب لتصبح سلوكيات مرافقة لهم في حياتهم المستقبلية في الصغر. من منطلق أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر في الحجر، حضر تدشين الأخ محسن جعفر الثقاف مدير عام مديرية تبن والأخ محفوظ الكيلة مدير مكتب السربية بمديرية تبن. دشن الأخ وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج توزيع المواد الإغاثية ضمن مشروع الأمن الغذائي المنفذ من قبل مؤسسة طبية الميدانية وتستهدف 5,860 أسرة في 62 منطقة في مديرية تبن. وفي التدشين أشاد الحالمي بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة الطبية الميدانية في تخفيف من معاناة الناس في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي جاءت نتيجة للحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وحليفهم صالح، وفقدت الكثير من الأسر مصادر دخلها وأصبحوا في وضع صعب، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تسعى جاهدة إلى توجيه مختلف المنظمات التي تتبنى مشاريع وبرامج تضمن إيجاد مصدر دخل ثابت ودائم.
ناقشت لجنة إزالة النقاط والعشوائيات بمحافظة المهرة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة مختار بن عويض التنسيق مع الأجهزة الأمنية وذات العلاقة لتنفيذ حملة الإزالة النقاط وتحسين مظهر عاصمة المحافظة. وأكد بن عويض على إيجاد الحلول والمعالجات لمشكلة النقاط العشوائية وفرض هيبة الدولة ومحاربة المظاهر العشوائية ومحاسبة المخالفين والخارجين على القانون. ولفت إلى أن النقاط التي تم تحديد أماكنها ستكون خاصة على الجيش والأمن، ولا يمكن أي شخص أو أفراد أن يحل محل الدولة، وهذا يأتي ضمن الحلول والمعالجات الأمنية التي ستساهم في استقرار أمن المحافظة وتعزيز الدور الوطني في مكافحة التهريب أو أي اختلالات أمنية أخرى. واستعرض الاجتماع النقاط العشوائية وتحديدها وتسميتها وتحديد فترة زمنية أقصاها 4 أيام للتوعية والإنذار على أن يتم مطلع الأسبوع القادم النزول الميداني من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وإزالة النقاط العشوائية والمخالفة. ودعا وكيل محافظة المهرة مكتب الأوقاف وأئمة المساجد والشيوخ والعقلاء إلى القيام بتوعية المواطنين من خلال الخطب والمحاضرات والندوات واللقاءات التي تسهم بشكل كبير في إدراك الفرد بمدى خطورة العشوائيات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع والوطن. ناقش اجتماع ضم مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي مع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة انتصار سعيد مرشد، ناقش البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بالمديرية العام القادم 2017 للميلاد. واستعرض الاجتماع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري الموزع على مختلف المجالات الخدمية. وأشار اليزيدي في الاجتماع إلى أن مديرية البريقة تعد أكبر مديرية من مديريات المحافظة من حيث المساحة، والتي بالفعل تحتاج إلى الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية، مضيفا إلى أن المديرية لم تتحصل على الدعم المركزي للبرنامج الاستثماري منذ العام 2014، مما انعكس سلبا على الواقع التنموي والخدمي بالمديرية. كما أكد مدير عام تخطيط بالمحافظة بأن مديرية البريقة تحظى بالدعم الشامل بما يضمن استدامة التنمية فيها وإدراج المشاريع المقدمة من قبل السلطة المحلية بالمديرية، منوها بدور الفعال لقيادة السلطة المحلية بالمديرية ومتابعة المشاريع التي تنهض بالواقع التنموي والخدمي والاجتماعي والجوانب الأخرى التي تتطلبها المديرية بمختلف مناطقها. حضر الاجتماع نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة زهير حامد جعفر. كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار. لمن فاته التفاصيل عودة والتذكير بأهم ما جاء في النشرة من أنباء. رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على موقع دفاع جوي شمال فارس. مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في ميدي وحرب بمحافظة حجة. هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار. دمتم بخير، إلى اللقاء.